أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: ما هي أسباب إجابة الدعاء بسرعة؟ يعني السرعة ما عند الله، ما تدري، ربما لا يكون الاستجابة بسرعة من الله، إن الله حكيم عليم يعلم مصالح عباده، فإذا كانت مصلحة العبد بتعجيل الإجابة عجلها له، وإذا كانت المصلحة بتأخيرها أخرها. ومن أسباب قبول الدعاء الإخلاص لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء ولو كره المشركون، فتخلص لله الدعاء. كذلك من أسباب قبول الدعاء استعمال الحلال في الملابس والمآكل والمشارب وترك الحرام، فإن أكل الحرام واستعمال الحرام يمنع قبول الدعاء. نعم.